احتفالنا اليوم في ذكرى اليوم العالمي للغة العربية ينعقد هذا الاجتماع لجمعية الأندلسيات التي تأسست العام الماضي في احتفال تكريم أستاذنا الشيخ عبد اللطيف الشويرف، وانبثق عن ذاك الاجتماع في العام الماضي تأسيس هذه الجمعية التي تتصدى للبحث عن متخصصين في العلوم الأدب الأندلسي وتكوين هيئة علمية تعنى بهذا الجانب وتنشر بحوثه ودراساته. والأدب الأندلسي طبعا من العصور الأدبية الرائعة في أدبنا العربي، وله متخصصون كثيرون في كل الجامعات العربية، وهناك بحوث قيمة، وهو يرد العرب إلى ذاك التاريخ المجيد الذي حفلت به الأندلس في حقبتها الزاهرة. وهذه الجمعية في واقع الأمر تنعقد هذا اليوم لتكريم شخصية ليبية أيضا وأستاذ جامعي هو الدكتور محمد خليفة الدناع، في إطار تكريم شخصية علمية مهتمة باللغة العربية، صاحب خبرة واسعة وتدريس في جامعة بنغازي لسنين طويلة وخارج جامعة بنغازي أيضا. ويعني الحفل يضم أيضا مجموعة من أهل اللغة والعلم والأدب سوف يهتمون بمتابعة بعض ما يتعلق بجوانب اللغة العربية والحديث عنها، وسيكون هناك محاضرة مختصرة لأحد الأساتذة في ذاك الإطار. فاللغة العربية جدير بها أن نحتفل بها في كل يوم وفي كل ساعة، ويأتي هذا اليوم في قصر الخلد احتفالا بها وتكريما لها وتجديدا لها في نفوس أبنائنا، بعدما استطاع مجمع اللغة العربية والحمد لله أن يتفق مع حكومة الوفاق في تكوين ملاك وظيفي لوظيفة مدقق لغوي، وعقد دورات الموظفين لإخراج اللغة العربية في دوائرها في دوائرنا الحكومية كأحسن ما يكون الأسلوب وأحسن ما تكون الممارسة.